تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد، والتي تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، إضافة إلى توفير كافة أنواع السلع في إطار المبادرة بنسب تخفيض كبيرة. كما قامت الوزارة بتوزيع تجهيزات عرائس على الأيتام والأشد احتياجا في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية. إطار مبادرة كلنا واحد ينطلق دائما إلى محطات اجتماعية جديدة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، في ضوء حرص وزارة الداخلية على أن تؤدي دورها الإنساني والاجتماعي الذي لا يقل أهمية عن دورها الأمني الذي تعمل من خلاله على أن تصل بدعمها هذا إلى كل فئات المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم في عصر الجمهورية الجديدة. فالمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس الجمهورية توفر مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% حتى نهاية شهر أكتوبر، وكذا سلع بكافة أنواعها بتخفيضات تصل إلى 60% في المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية المشاركة فيها على مستوى الجمهورية. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك. كما تحرص منظومة أمان على توفير السلع في منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد. المبادرة تطرق أبواباً جديدة للتخفيف عن كاهل المواطنين بخاصة في المناطق الأشد احتياجاً من خلال توزيع مستلزمات مدرسية على قاطني تلك المناطق، فضلاً عن نزلاء المستشفيات من الأطفال وكذا دور رعاية الأيتام. احنا النهاردة اتبسطنا بالشنط الجديدة. شكراً يا سيادة الرئيس ان انت دايماً بتفرحنا. كلنا واحد، ومن خلال سعيها للوصول إلى كافة فئات المجتمع في كل المحافظات، قامت وزارة الداخلية في إطارها بإهداء عدد من مستلزمات الزواج لمجموعة من العرائس المقبلات على الزواج، وتحديدا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن الأكثر احتياجا في احتفالات أقيمت لهم لتسليمهم تلك الهدايا التي أدخلت الفرحة والبهجة في نفوسهم. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. بشكر وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد، بتجهز معاهم وبتشارك في أي فرحة بالنسبة لأي بنت يتيمة. فرحة للناس كلها والله، فرحة جميع العرايس دي والله يعني فرحة كبيرة طبعا. سيادة الرئيس اللي هو فرح الناس دي كلها بشكره طبعا بالنعم على الناس دي كلها. احنا كنا مبسوطين جدا النهارده من ساعة ما جينا مع الضباط وانبسطنا جدا، والرئيس دايما فاكرنا في المناسبات وفاكرنا في كل حاجة كويسة. بحب اشكر الرئيس السيسي وربنا يخليه لينا، زي ما هو مساعد الشعب كده ومساعد الناس كلها ومفرح الناس كلها وربنا يخليه وبارك في عمره. حابب اشكر سياده الرئيس على ان هم حاسين بينا والوزاره اللي هي حاسه بينا، حابب اشكرهم. تحيا مصر تحيا مصر. شعب وقياده وشرطه احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد. المسانده والدعم والرعايه التي تقدمها وزاره الداخليه لكافه الفئات في اطار مبادره كلنا واحد امتدت الى اسر نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل والمفرج عنهم، حيث نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل ترعى لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات مدارس وتجهيزات عرائس على هذه الأسر، في إطار حرص الوزارة على تطبيق مفهوم السياسة العقابية الحديثة. كل حاجة فاكرانا فيها في الأعياد وفي مولد النبي، كل حاجة وكل شهر فاكرانا، وعملنا حاجات حلوة كتير وفي أيام المدارس فاكرة أولادنا
ونشكر سياده الرئيس هو اللي فاكرنا بكل حاجه حلوه. بيسعدوا اولادنا الصراحه بكل حاجه، واي حفله بيتصلوا علينا وبيجيبونا في كل حاجه بصراحه، مش مخلينا محتاجين اي حاجه. الدور الانساني والاجتماعي لوزاره الداخليه من خلال مبادره كلنا واحد اكثر فاعليه وانتشارا على مستوى الجمهوريه، تشعر به كافه الفئات في كل المحافظات، لتحقق بذلك الوزاره مستهدفاتها الانسانيه في استراتيجيتها الامنيه، وهي التخفيف عن كاهل الاسر المصريه. دايما هنا شرطة وشرطة.